غوتيريش يعرب عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في جهود الوساطة الهادفة لتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. بيان مدريد المشترك يطالب بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على أماكن متفرقة بقطاع غزة، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 41,100 شهيد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ولا تزال مصر في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وتمثل الجهود المصرية الراهنة امتداداً لدورها التاريخي إزاء قضية العرب الأولى، والتي ظلت على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية، إيماناً منها بعدالة القضية وبحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. وأعرب غوتيريش عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة لتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، معربا عن تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن. هذا وتضمن الاتصال التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يتطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه مدينة مدريد. وأعرب عبد العاطي عن التقدير لإقدام كل من أسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا، وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن رفض مصر للوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفي والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة.
هذا وقد أكد وزير الخارجية أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقا لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال. وشدد وزير الخارجية على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد حقا للشعب الفلسطيني وواجبا على المجتمع الدولي. أصدر الاجتماع الوزاري بإسبانيا بيان مدريد المشترك حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وتضمن البيان المطالبة بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك ممر فيلادلفيا. ورحب ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من مملكة البحرين ومصر والأردن ودولة فلسطين وقطر والسعودية وتركيا ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأسبانيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 من يونيو من عام 2024. وجدد بيان مدريد المشترك تأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن الوقت قد حان للخروج بخطوات عملية ملموسة من المجتمع الدولي، ذلك لإعطاء الفلسطينيين الأمل في أن مشروع الدولة المستقلة لم يمت، وأن حل الدولتين ليس مجرد خطاب بلا مضمون. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مدريد الذي ضم وزراء خارجية دول أوروبا التي اعترفت بدولة فلسطين مع وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية. وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تعول على نجاح مدريد في إقناع عدد من الدول الأوروبية المهمة لتحذو حذوها في الاعتراف بفلسطين. الله أكبر. بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة. قول إنا لله وإنا إليه راجعون. قصفوهم، أين ما أدرينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين، شو قف يا خير. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبا نتشا أن استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين وتحديدا بحق سكان غزة أمر في غاية الخطورة. وطالبت النتشا المجتمع الدولي بالتدخل بشكل حقيقي وسريع لإنقاذ الأرواح في القطاع. وشددت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني على ضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، محذرة في الوقت نفسه من تداعيات استمرار هذا الوضع على جهود الإغاثة في غزة. أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جورجيو بيتروبوليس أن القوافل الإنسانية والطبية الأممية تعاني عقبات كبيرة وظروفا صعبة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مما يمنعها من أداء المهام الموكلة إليها. وحضر المسؤول الأممي من زيادة تردي الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل النقص الحاد في المخيمات والمياه النظيفة وانتشار الأمراض. كما شدد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إدخال الأدوية والغذاء بشكل عام من خلال زيادة شاحنات المساعدات، والتي تدخل لتصبح 250 شاحنة يوميا على الأقل بدلا من 30 شاحنة التي تدخل حاليا. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوية نازحين في مخيم النصيرات، ذلك بوسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وستة من موظفي الأونروا، مجددا الدعوة للوقوف الفوري لإطلاق النار. وذكرت المنظمة الأممية أن استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة هو أمر غير مقبول، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، مؤكدا ضرورة وقف هذا العنف المروع.
حذرت حركة حماس من حملات التحريض التي تنظمها الجماعات المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور تدعو لتدميره وإحراقه، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الاقتحام لباحاته، وذلك بحماية وإشراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت حماس مثل تلك الدعوات بمثابة خطوة تصعيدية خطيرة تأتي ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين الإسرائيليين عليه. أدانت وزارة الخارجية الأردنية الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية عنصرية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة. كما أدانت الخارجية الأردنية استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة. وصف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكير الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي. وأشار لوكير إلى عدم وجود مكان آمن للعاملين في القطاع الصحي، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة للدعاية السياسية، في حين لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع وتنتهج القانون الدولي الإنساني. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن انتهاء الجولة الأولى من عملية تطعيم أطفال قطاع غزة ضد فيروس شلل الأطفال. وذكرت الأونروا أنه تم تطعيم مئات الآلاف من الأطفال بنسبة نجاح بلغت 90%. وأضافت الأونروا أن التحدي القادم سيكون توفير الجرعة الثانية من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة. نفذت الإمارات بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية مبادرة طارئة جديدة لإجلاء 97 مصابا ومريضا في حالة حرجة من قطاع غزة، من بينهم مصابون بالسرطان ويحتاجون إلى علاج مكثف، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم إلى العاصمة أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة. ومنذ بداية الأزمة بذلت الإمارات جهودا حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الفلسطينيين والعمل على مساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها. ومنذ اندلاع الحرب على غزة نجحت في إجلاء 1665 مريضا ومرافقا، ليرتفع عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 فلسطينيا. وقدمت الإمارات أكثر من 40,000 طن من المساعدات التي تشمل إمدادات غذائية وطبية وإغاثية. نددت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انقضاض بالدمار الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. ودعت المنظمة الدولية إلى التدخل الفوري من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. دمار اقتصادي يعاني منه قطاع غزة وسط كم هائل من الخراب الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة. بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، والذي أدى إلى تضخم هائل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الدخول والقيود المالية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل. وفي أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، ذكرت المنظمة الدولية
الدولية أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008. وبالأرقام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد عموماً بنسبة 22% للعام بأكمله. وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل. وبالإضافة لذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة التي تشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد قد دمرت. وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً. ووفقاً للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الفلسطينية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوى عند 358 مليون دولار مقارنة بملياري دولار في عام 2008. كما تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2024. وقد عاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وخدمة الديون والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية. كل هذه الانتهاكات دفعت المنظمة إلى الدعوة لتدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. أعلن حزب الله اللبناني الهجوم بأسرب من المسيرات على قاعدة فيلون جنوب شرق صفد واستهداف عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين. وأضاف حزب الله اللبناني أنه استهدف ثكنة زبادين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع المرج العسكري الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى قصف موقع بياض بليدة بالمدفعية. التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. موسكو تحذر الناتو من منح كييف ضوءا أخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا. أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها للدول الإفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. يأتي ذلك بينما تتحدث الدولة المصرية دوما عن أهمية التمثيل العادل داخل مجلس الأمن وحق الشعوب الأفريقية. على مدى عقود ظل مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن الدولي بجوار الخمس دول الكبرى حلما يراود قارة أفريقيا صاحبة 54 دولة التي تشكل النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مصر تحدثت دوما حول أهمية التمثيل العادل داخل مجلس الأمن وحق الشعوب الأفريقية، لتعلن الولايات المتحدة دعمها للدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة توماس كرانفيلد
جيلدا تمنت أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكنها من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل. ويتولى مجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة. وعند تأسيسه في عام 1945 كان يتألف من 11 عضواً قبل زيادة العدد إلى 15 عضواً في عام 1965، من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقد، وهم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا. قرار دعم الدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن التي تعتزم واشنطن دعمه كانت تسعى إليه الدولة المصرية منذ فترة طويلة، مشددة على أهمية التوافق والحوار خلال المشاورات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن لتحقيق تفاهم مشترك حول جوانب الإصلاح كافة. عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صوراً لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية، وذلك في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم جونغ أون منشأة لتخصيب اليورانيوم. ودعا كيم جونغ إلى زيادة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة بهدف تعزيز ترسانة البلاد النووية. وأظهرت الصور صور كيم وهو يتجول بين صفوف طويلة من أجهزة الطرد المركزي المعدنية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها منحت أول ترخيص لاستخدام لقاح ضد جدري القردة إمبوكس، ذلك للبالغين والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في نظام جرعتين. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قال إن هذا هو الترخيص الأول للقاح ضد جدري القردة، وهو خطوة مهمة في محاربة المرض سواء في سياق تفشي المرض الحالي في أفريقيا أو في المستقبل. سجل الاقتصاد البريطاني ركودا للشهر الثاني على التوالي في يوليو، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاضا حادا في الناتج الصناعي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة صفرية وفقا لتقارير، بينما أظهرت بيانات سابقة تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام. في ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها، سجل الاقتصاد البريطاني ركوداً للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حاد. ووفق بيانات رسمية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً صفرياً، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلاً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام. وزيرة المال ريشتل ريفز في تعليق لها على تلك البيانات قالت إن التغيير لن يحدث في ليلة وضحاها بعدما فازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو الماضي، منهية 14 عاما من حكم المحافظين. ووفقا لمراقبين فإن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو خلال شهر يوليو بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تسجيل نمو بنسبة 2.1%، ويأتي ذلك بضغط من تراجع قطاعات البناء والتصنيع في حين ارتفع قطاع خدمات هامشيا. ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما قالت الخبيرة الاقتصادية المساعدة في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية هايلي لو إن الاقتصاد من المرجح أن ينمو في النصف الثاني من عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليها في وقت سابق من هذا العام عندما تعافى من ركود ضحل. تشهد العديد من المناطق حول العالم موجات جفاف غير مسبوقة نتيجة للتغير المناخي، ما يترك تأثيرات سلبية واسعة على كافة مناحي الحياة والتنمية. وفي هذا الصدد تعاني البرازيل حاليا من أسوأ موجة جفاف في تاريخها الحديث، ما ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
في خضم أزمة بيئية غير مسبوقة، تعاني البرازيل من أسوأ جفاف يشهده تاريخها منذ أكثر من 7 عقود، وتشهد البلاد كارثة طبيعية تهدد استقرارها وأمنها الغذائي والمائي، حيث يعاني نحو 59% من أراضيها من جفاف شديد وتدهور حاد، مما يهدد سلامتها. ففي حوض الأمازون، أحد أكثر النظم البيئية تنوعاً وحيوية على سطح الأرض، تشهد الأنهار الكبرى مستويات مياه منخفضة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى عزل مجتمعات بأكملها مثل مدينة كواي في ولاية أمازونس، حيث أصبحت حياة سكانها مرهونة بقدرتهم على التعامل مع ظروف طبيعية غير متوقعة. نهر سوليموس الذي يعتبر أحد الأحواض الرئيسية في الأمازون ويغذي 24 مدينة في ولاية أمازونس، يشهد أيضاً انخفاضاً حاداً في مستويات المياه، ويشكل نهر سوليموس مع نهر الأمازون أكبر حوض مائي في العالم، ومع ذلك فإن المياه في النهر وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخياً. وإلى جانب أزمة الجفاف، تضاف إلى قائمة التحديات الكبيرة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد، فقد سجلت البرازيل منذ بداية العام وحتى 8 سبتمبر حوالي 160 ألف حريق، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، وتعتبر معظم هذه الحرائق ناتجة عن الأنشطة البشرية كإزالة الغابات أو تطهير الأراضي الزراعية، لتلتهم الحرائق حتى الآن مساحة تعادل حجم إيطاليا. لا نستطيع رؤية أي شيء أمامنا من كثافة الدخان، ومن الصعب التنقل في القوارب دون التعرض لخطر الاصطدام أو الغرق. وفي ظل جفاف يلتهم الأرض وحريق يبتلع الأمل، تواجه البرازيل فصلاً مظلماً في تاريخها وكارثة بيئية تضع البشرية بأسرها على مفترق طرق، ما بين وقفة إجرائية حاسمة للمواجهة أو مشاهدة نهاية نظام طبيعي لا يمكن تعويضه. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن حلف شمال الأطلنطي الناتو يبدأ حربا مباشرة مع روسيا إذا منح كييف ضوءا أخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا. جاءت تصريحات المندوب الروسي خلال اجتماع على مجلس الأمن الدولي، وأضاف المندوب الروسي أن مثل هذا التطور المحتمل للوضع سيغير بشكل جذري علاقات موسكو مع المعسكر الغربي إذا تم اتخاذ قرار رفع القيود بالفعل أو سيتم اتخاذه، مشيرا إلى أن هذا يعني أنه منذ تلك اللحظة فصاعدا ستبدأ دول الناتو حربا مباشرة مع روسيا. نقلت رويترز عن مصادر من جهاز مخابرات أوروبي بأن روسيا بدأت العام الماضي في إنتاج طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى جديدة تسمى غاربيا A1 باستخدام محركات وأجزاء صينية، وهي طائرات استخدمتها في الحرب على أوكرانيا. وأشارت المعلومات كذلك إلى وجود وثائق تتضمن عقد إنتاج للطائرة المسيرة الجديدة ومراسلات الشركة بشأن عمليات التصنيع ووثائق مالية. أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغر محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ. تأتي زيارته في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة والصواريخ البالستية في حربها ضد أوكرانيا. من جانبها، نفت موسكو وبيونغ يانغ مسألة نقل الأسلحة، لكنهما تعهدتا بتعزيز العلاقات العسكرية. تواصلت فعاليات المرحلة 26 من مبادرات كلنا واحد، والتي مدت فعالياتها اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، مع توسع إلى ما يقرب الضعف في عدد المنافذ المشاركة. يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت رعاية السيد الرئيس. تحت رعاية رئيس الجمهورية،
تواصل وزارة الداخلية المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت الوزارة فعالياتها لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر بمناسبة بداية عام دراسي جديد، لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. عايزة أشكر الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها دي، لأن صراحة الأسعار بتفرق معنا كتير. المبادرة شيء جميل جدا، وأكتر حاجة عجبتني إنها موجودة في أماكن كتير قريبة من البيت. المبادرة بتكاد تكون موجودة طول السنة، الأسعار بتبقى أرخص من الأماكن اللي بره بكتير، وده شيء بيحسسنا إن الرئيس معانا وشايفنا كلنا. عاوز أشكر سيادة الرئيس، بصراحة حاجة جميلة فعلا، في فرق كبير في الأسعار. شريت حاجات كتيرة رخيصة أرخص من برة، وبشكر الرئيس على المبادرة كلنا واحد. بنشكر سيادة الرئيس على توفير المبادرات في كل مكان وقريبة علينا، وإن أسعار حاجة المدارس كويسة جدا، وأسعار السلع كويسة الحمد لله، ورخيصة عن برة بكتير يعني. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والشركات والمكتبات والمصانع في هذه المرحلة من المبادرة، حيث تضاعف عدد منافذ المبادرة لتصل إلى 2286 منفذاً وخمس معارض رئيسية وخمسين معرضاً فرعياً بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وفرة كبيرة من المعروض من مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية وبجودة عالية، وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة واحتياجاتهم المتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، وإشادة كبيرة منهم بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لتخفيف العباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد. بنوفر كل الأدوات الكتابية والمكتبية سواء من تصنيعنا أو تجارتنا بأسعار مخفضة جدا، عشان خاطر نساهم في جزء بسيط جدا من المبادرة بتاعت السيد الرئيس. مبادرة كلنا واحد كويسة جدا، حلوة وأسعارها حلوة. أحب أقول للرئيس السيسي بجد ربنا يبارك فيه وعلى مجهوداته معانا وعلى المبادرة الجميلة دي. كما تواصل المبادرة توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة الجميلة دي، إن هي موجودة طول السنة وإن هي بتساعدنا كتير طبعا في تخفيض الأسعار، وإن هي بتوفر شوية علينا. مبادرة كلنا واحد دي جميلة وحلوة، وفيها حاجات رخيصة زي الرز زي السكر الحاجات يعني الزيت. نشكر فخامته على المبادرة الرائعة دي، إن هو قدر يوفر ويحس بالشعب المصري، وإحنا معاك يا رئيس وألف شكر ليه. كما تستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات، وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم ومساندتهم من منطلق دورها الاجتماعي والإنساني. تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما بدا واضحا من خلال استمرارية فعاليات المبادرة ومد فعالياتها باستمرار من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق التكافل الاجتماعي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن مشاركة الوزارة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. وكشف وزير العدل عن مشاركة وزارة العدل في إعداد محاور مبادرة بداية، وذلك في إطار ما تختص به في برنامج عمل الحكومة، حيث يقوم دور الوزارة على الدعوة إلى الحفاظ المقام الرفيع للقضاء ورجاله في مختلف جهاتهم وهيئاتهم، والعمل على توفير كافة متطلبات أدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدل. هذه مبادرة طيبة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحمل في طياتها دليلا حاسما على معاية سيادته للمواطن المصري والسعي نحو تدبير السبل لقضاء حوائجه ومصالحه،
ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته. هدف هذه المبادرة ينصب على احترامه للمواطن وعلى ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته، تقديرا منه لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها. تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعامي 2023-2024. ويعد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك ل 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد. وجاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر من أصل 47 دولة مصنفة بالفئة الأولى. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار عن تقديم 69,423,999 خدمة طبية، ذلك من خلال حملة 100 يوم صحة. جاء ذلك منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية في 31 من يوليو 2024 وحتى الخميس 12 من سبتمبر، ذلك في جميع محافظات الجمهورية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودعا وزير الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن للوزارة. أشاد وزير الصحة خالد عبد الغفار بدور المجتمع المدني الفعال في التعاون مع المؤسسات الحكومية في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة ودعما لملف التنمية البشرية. ووجه عبد الغفار بالتنسيق بين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبرامج مؤسسة شباب القادة. جاء ذلك خلال عقده اجتماعا مع مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك في العديد من مجالات التأهيل والتدريب. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا استراتيجيا لمصر في عدة مجالات خاصة في مجال البترول والغاز. جاء ذلك خلال استقباله لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ولفت الوزير إلى أن شركتي أباتشي وشيفرون الأمريكيتين لديهما محفظة المهمة في مصر. من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمي مهم للطاقة في المنطقة، ولديها من البنى الأساسية والتسهيلات التي تؤهلها لذلك الدور. أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا استراتيجيا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وخلال لقائها بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليزاندرو فراكاسيتي لبحث تعزيز مجالات التعاون مع البرنامج، أكدت المشاط أن أهمية وضع إطار موحد مع شركاء التنمية يجمع بين محوري التعاون الدولي والاستثمارات الحكومية والتنمية الاقتصادية. وتطرقت المشاط للحديث نحو محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تقوم الدولة بتنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين. تحل اليوم ذكرى رحيل عمدة مخرجي الدراما إسماعيل عبد الحافظ. وقد توفي إسماعيل عبد الحافظ في 13 من سبتمبر 2012 عن عمر ناهز 71 عاما.
موهبة جبارة شقت طريقها وسط عمالقة الفن والتمثيل في النصف الأول من القرن العشرين ما بين عالمي المسرح والسينما، وحفظت الجماهير ملامحه الاستقراطية التي لم تمنعه من القيام بأدوار كوميدية واجتماعية، ولا سيما دور الأب مثل فيلم أيام وليالي وفيلم عنتر ولبلب. إنه الفنان الراحل سراج منير الذي وافق اليوم ذكرى وفاته. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر. نهاية نشرة تاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. غوتيريش يعرب عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل اتفاقا لوقع إطلاق النار في غزة. بيان مدريد المشترك يطالب بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك محور فيلادلفيا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على أماكن متفرقة بقطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 41,100 شهيد. وبالتذكرة انتهت نشرة التاسعة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. في أمان الله.